تحت 57 كيلوغرام مع انطلاق الفايت. بلشنا نشوف السرعة بالإجرين عن رولان، بلشنا نشوف إنه باك فيست كثير حلوة، نعم. مصابه فيها بس تحرك الإجرين دمهم سيلفيو أكيد أهم شيء الإجرين إن كان بالبوكس بالجوجيتسو أو بحال الأسبور إيطالي حركة الإجرين كثير مهمة. حاولت هجوم هون مباغتة من اللاعب السوري وبيفاجئوا دغري، نزلوا دغري على الأرض، نزلوا دغري هون أخذ سايد كنترول، أخذ سايد كنترول رولان، هيدي أحسن بوزيشن فيه يكون فيها هلا. يعني نشوف رولان كيف بده يستفيد من هالبوزيشن، كيف بده يجرب يقدر يخلص الفايت هلا. إذا شفنا هداك اللاعب حتى إجر على إجر تمار رولان يقدر يطلع عليه كليا أون فول ماونت بوزيشن ويقدر يقضي عليه بضربة قاضية. عم بيحاول يقوم هون اللاعب السوري بينجح هون إنه هون عم نشوف السوري هو طلع على رولان، رولان مش عم بيقدر يرجع بيقوم رولان كمان، يعني عم نشوف انه عن جد اول جوله كثير 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 مضغطه وكثير سريعه، اللاعبين اثنين عم بيعطوا كل شيء في بطاقتهم تيقدروا يربحوا من اول راوند مثل ما عم نشوف هون. رولان رجع اخذ سايد كنترول، بس نشوف هون اذا رح ينجح انه يثبت اللاعب السوري هالمره. كمان هون عم محاولة رولان بيرجع، عم نشوف كيتش كنترول لمحمد ني، بعده حابسه على الكيتش مظبوط اللاعب السوري. يلا رولان رجع برمو رولان، رجع ياخذ سايد كنترول، بيرجع بيقوم حلوة كثير، رجع نزله تيك داون بعد مرة، وجهها على الارض عم بتكون يعني بالراوند 1 بين اللاعبين اثنيناتهم هيئتهم بيلعبوا كثير منيح على الارض. رولان عم بيلعب جوجيتسو كثير حلو، والملاكم السوري محمد كمان عم بفرجينا تكنيك كثير حلو على الارض، في تعب كمان هون بلش يظهر هون رولان، بيرجع بيقوم رولان هون وبياخذ هو البوزيشن، عم بيخنقه إذا ركبت معه لرولان هالحركة بيكون ثبته وبيكون ربح الفايت، لازم يطلع إجره اليمين من بين إجريه ويطلع فول ماونت، مش عم بيخليه أكيد حبسته إجره وبيطلع بيحاول هون مش عم هلا ظبطت معه بس رجع بعد 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 رجع اللاعب السوري هو اللي أخذ زي الأمور هون محمد خير.